نروح يا لميا ونتكلم عن حفلة عمرو دياب النهاردة. حفلة عمرو دياب يعني النهاردة نفذت تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين في العالمين الجديدة والمقرر لها اليوم الجمعة. شهد الحفل إقبال غير مسبوق حيث نفذ بالكامل فئات تذاكر الحفلة والتي تتراوح ما بين 1,000,000 جنيه للكابينة و600 جنيه للفئة العادية، مرورا بالتنوع في الفئات الذي يتراوح ما بين 400 جنيه و800 جنيه وحتى المليون. وبيحيي الهضبة عمرو دياب النهاردة الجمعة واحدة من أقوى حفلات مهرجان العالمين الجديدة والذي يستمر حتى 30 أغسطس الجاري. من المقرر أن يغني الهضبة، اسمعي بقى يا سمر الأغنية، أيوة يانا يا لأ وبحبه، وده لو اتساب وبرج الحوت وتملي معاك وانت الحظ وياه يتعلمه، وشكرا ومن هنا البكرة وقمرين طبعا والعالم الله نور العين يا قمر راجعين شوقنا ما تخافيش والماضي وميال وغيرها بقى من القديم والجديد بتاع اغاني عمرو دياب. ياتي حفل عمرو دياب وعرض المسرحيه السندباد في اطار تعاون موسم الرياض وهيئه الترفيه السعوديه ضمن تعاون الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه مع موسم مهرجان العالمين الجديده ضمن استراتيجيه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه لاطلاق مبادرات وطنيه ومنها مهرجان العالمين الجديده، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنميه العمرانيه التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكمله، على رأسها طبعا مدينة العالمين الجديدة والترويج للسياحة في المدينة وما يتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، كمان للترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة. كمان حرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب أيضا السياح من مختلف الجنسيات. ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العالمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطايرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة الألعاب الرقمية. كمان بيشهد المهرجان تنظيم فعالية بيتس باي ذا سي وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل. يا سمر يعني الحقيقة كل اللي بتقوليه لما وبيضيفوا عليه من سنة للتانية مش معقول الحقيقة كم يعني توافر التنوع في المهرجان. خلونا بقى نروح ونتعرف على تفاصيل أكتر من زميلتنا ندى رضا مفيدة إكسترا نيوز في العالمين الجديدة. يا ندى صباح الخير. 9 أغسطس ناس كتير مستنيين من بداية المهرجان اليوم ده بالتاريخ ده حفلة عمرو دياب، كلمينا عن الاستعدادات عندك وإيه بقى اللي ملاحظاه، في زحمة زيادة عن الأسابيع اللي فاتت؟ صباح الخير يا ندى. سمر ولميا بصبح عليكم وبصبح على كل مشاهدي اكسترا نيوز. في الحقيقه سمر الاقبال في الويك اند ده كتير جدا ومتطور جدا، ويمكن كمان الناس ارتاحت شويه بعد ما اطمنت على نتائج الثانويه العامه. في الحقيقه هتكلم معاكم على الاستعداد لحفله عمرو دياب. زي ما انتوا قلتوا يمكن في المقدمه انه التيكتس كلها سولد اوت بكل فئاتها من اول 600 جنيه لحد الكابينه بالمليون، وفعلا في توقعات وفي امال كبيره جدا وطموحات في الحقيقه محطوطه على الحفله دي، لان كتير بيقولوا ان هي هتبقى الحفله الاضخم. دي طبعا بتاتي في اطار التعاون اللي بين موسم الرياض او هيئه الترفيه السعوديه والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. كمان خليني اقول لك انه امبارح بدات اولى ايام عرض مسرحيه السندباد اللي كمان بتاتي في اطار التعاون بين موسم الرياض وهيئه او هيئه الترفيه السعوديه والشركه المتحده، والمسرحيه دي مستمره على مدار 3 ايام. يعني ان شاء الله اخر يوم عرض ليها هيكون يوم السبت عشان يبدا الاسبوع اللي بعده.
كريمة عبد العزيز ونيلي كريم يا سمر وشيماء سيف ونجوم كتير في الحقيقة وفنانين كتير. كمان الويك اند اللي جاي هيكون فيه هيبدأ عرض مسرحية تانية لحسن الرداد وإيمي سمير غانم اسمها التلفزيون، وبعديها هيكون فيه مسرحية تالتة لأشرف عبد الباقي وكريم عبد العزيز اسمها البنك سرقوه. كل ده بيأتي في إطار التعاون بين هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. بجانب الفعاليات دي في الحقيقة الويك اند ده هيشهد أكتر من فعالية، يمكن زي ما قلتي النهاردة في حفلة للهضبة عمرو دياب، بكرة المسرح الروماني هيستقبل الإعلامي شريف مدكور معاه النجمة ديانا حداد، ده جنب كمان الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية الموجودة زي أنشطة ريد بول، البينت بول، سباق السيارات ريفت أب وفعاليات وأنشطة تانية. في الحقيقة أنتوا اتكلمتوا كمان عن نقطة ومهرجان مهم جدا اللي هو بايتس باي دي سي، ده حاجة جديدة في الحقيقة اتعملت في مهرجان العالمين، ودي هتفتح أفاق لفكر سياحة جديد أنه الناس تيجي وتجرب أكلات من مختلف دول العالم جنب البحر، تعرف على ثقافات جديدة. وإحنا بنتكلم على مختلف دول العالم، خليني أروح معاكم سريعا للمؤتمر الصحفي العالمي اللي أقيم امبارح على أرض العالمين. في الحقيقة وزير السياحة شريف فتحي كان موجود امبارح بصحبة 13 سفير من أكتر من دولة أجنبية وعربية مختلفة، وعملوا جولة تفقدية في الحقيقة لمهرجان العالمين والأنشطة اللي بتقام فيه. راحوا اليو أرينا، راحوا المنطقة الشاطئية، راحوا الشاطئ الخاص بتاع الشركة المتحدة، اتعرفوا على المدينة التراثية في مدينة العالمين، عرفوا القصة وعرفوا الحكاية وعرفوا التاريخ بتاع مدينة العالمين الجديدة، وصولا للمؤتمر الصحفي العالمي اللي احنا يمكن شفناه امبارح على شاشة اكسترا نيوز، كانت بتحضره اكتر من 24 وسيلة اعلام اجنبية. عشان كده انا بقول لكم هو كان مؤتمر صحفي فعلا عالمي. في الحقيقة وزير السياحة والآثار اتكلم في اكتر من نقطة كانوا في غاية الأهمية، قد ايه هو كان موجود والدولة المصرية بتتكلم ان احنا عايزين نعمل تنمية ونعمل تطوير في مدينة العالمين الجديدة، وإن اللي حاصل دلوقتي على أرض العالمين هو بيأكد الرؤية وفكرة إنه الدول دلوقتي أو إن الدولة دلوقتي تحط رؤية نصب عينيها وتقدر إن هي تنفذها. ده كان بالنسبة له شيء بيدعو للتفاؤل بشكل كبير. اتكلم كمان وزير السياحة والآثار عن إن هو عمل زي سيرفي سريع على أسعار الفنادق المختلفة الموجودة في مدينة العالمين، ولقى إنه الأسعار أو الفنادق اللي موجودة بتلبي طموحات ومتطلبات كل الفئات. كمان اتكلم على المطارات واللوجستيات اللي بتعملها الدولة المصرية جنب أي مقصد سياحي بيكون موجود مش بس مدينة العالمين، وده هيرجعنا تاني لنقطة الرؤية اللي الدولة المصرية بتعملها لما بتقرر ان هي هتستغل أو هتستثمر مكان بعينه عشان يكون لي عائد أو نفع. اتكلم على السياحة وأهمية السياحة في عملية التنمية وعملية وفي الاقتصاد بشكل عام، واتكلم إن مدينة العالمين الجديدة زارها السنة دي تقريبا 104 جنسية، وده يمكن شيء احنا شفناه بعنينا عشان احنا موجودين هنا في العالمين، واتكلمنا إنه حجم الإقبال من الزوار مش بس من المصريين، من الأجانب ومن جنسيات مختلفة. يمكن ده الشيء اللي مختلف بعض الشيء عن النسخة الأولى من مهرجان العالمين سمر ولميا. طيب وده بيأكد طبعا يا ندى ويا سمر انه من ارض الالغام لتنفيذ الاحلام. احنا بنتكلم على مدينة اتعملت في 7 سنين من مدن الجيل الرابع، فيها كل المميزات اللي تجذب كل السياح زي ما قلت يا ندى من كل الجنسيات في العالم. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة ندى رضا مفادة اكسترا نيوز.